أنا العود، إعصار من غارات الشجن، لطيف في غير ضعف وغاضب في غير عنف. حافظت على اسمي العربي الذي يعني الخشب في عدد من اللغات الأخرى. تاريخ ميلادي مجهول وتعددت فيه الروايات، إلا أن أول ظهور لي في المواقع الأثرية يعود إلى 5000 سنة. الثابت إذن أنني من أقدم الآلات الموسيقية التي عرفتها البشرية. على مر الزمن تغير شكلي، كبر حجمي وقصرت رقبتي وازدادت أوتاري. ذاع صيتي وازدادت شهرتي، وظننت أني بلغت قمة عطائي وإبداعي، إلى أن احتضنني أبو الحسن علي بن نافع أمير الغناء ورائد العزف الملقب بزرياب. زرياب is extremely important in this story. Zirjab came from Baghdad, which at the time was the center of high culture in the Arab Islamic world. Particularly at that particular time, in the we'll say the middle of the 9th century, under the great caliphs, of course, Harun al-Rashid, but also his son Muhammad al-Amin, and also al-Amin's brother al-Ma'mun. This was a very, very important time in the development of culture in many areas, in poetry, in music, but also in the acquiring of ideas from Greek philosophy and Greek culture. ولد زرياب في الموصل ونشأ في بغداد، تتلمذ على يد إسحاق الموصلي الذي قدمه لهارون الرشيد. انبهر الخليفة بصوت وعزف زرياب، ما أثار غيرة الأستاذ. أجبر زرياب على مغادرة بغداد نحو القيروان، ومن ثم إلى الأندلس. في الأندلس حظي زرياب برعاية الإمارة الأموية، ونال فيها الشهرة والثراء. Zirjab came with a style, a certain joie de vivre, a certain taste for life. He was well versed in many areas. For example, he brought a fashion in hairstyles. Before he came, people in Al-Andalus simply wore their hair long and parted it in the middle. But he came along and said, well, why don't we try cutting it like this and having it hang on the forehead? But little things like this, they mean a lot in the time, and they introduce the possibility of change and advance. تفرغ للفن والموسيقى، فوضع معظم الأسس العلمية لها والتي ما زالت تدرس حتى يومنا هذا. أما فيما يخصني فقد جعلني أخف وزناً، وغير المضرب الخشبي الذي كان يرهق ويمزق أوتاري بمضرب من ريش النسر المنقوع في الزيت. ويبقى الأهم أن زرياب أهداني وتري الخامس، الوتر الذي لطف نغمتي. Around the time of Zirjab, the oud had 4 strings. And these 4 strings were connected with the 4 classical humors of the body. What Zirjab did was he took that idea and he added a 5th string, which he connected to the spirit, al-ruh. شغف الأندلسيون بالغناء كسائر أهل المشرق العربي، فابتدعوا نوعين من الشعر الخاضع للتلحين، الموشح والزجل. You know, before the arrival of the Muslims in Spain, the idea of love was quite a simple thing in Europe. But of course we know that a part of the great tradition of Arabic literature,
Arabic poetry, is the idea of the poet, the lover, who is literally being consumed by his absence from the beloved. He is dying, he's sick, he lies in his bed, and so on and so on and so on. This idea of the beloved who is always there but just out of reach, can't quite be grasped. This idea is the foundation for romantic love in Europe. And it doesn't exist in the arts of Europe before the arrival of the Muslims. And of course, we see that today, right? Every pop song is about somebody dying because he can't be with his girlfriend. So even the Beatles did this, actually. So. أخذ الغرب من العرب رومانسية الكلمة والتغني بالحب ذاك النور الساطع الذي سرعان ما يتحول إلى ظلام دامس. في القرن الرابع عشر تخلى الغرب عن آلة العود تدريجياً فيما واصل الشرق ولعه به. اكتملت أوتاري وضبطت قواعد وأسس عزفي وواصلت طريقي إلى أن أتى عصركم الحديث ليسجل صوتي وتبث معزوفاتي ويحتضنني من جديد عمالقة عصركم ويلحن أحلى الأغاني وأشدى المعزوفات. كان لكل هؤلاء المبدعين وغيرهم الفضل في أن يواصل الجيل المعاصر الاهتمام بي. جيل جديد يطرح اليوم رؤية جديدة تشمل طريقة عزفي وفرص انفتاحي على أنماط جديدة من الموسيقى. قطر، الدوحة، قرية كتار الثقافية، أبرز عازفي العود ضربوا موعداً في هذه الأرض الطيبة. شوارع ومسارح كتارة ذكرتني بماض مجيد عرفته زمن الأندلس. سعيدين بالمشاركة هذه في مهرجان الوتر الخامس في الدوحة، وسعيدين أكثر بإلقاء الضوء من قبل المهرجان على آلة العود وعازفين آلة العود في كل أنحاء العالم. يستضيف مهرجان كتارا للعود الوتر الخامس قرابة 14 عازفاً من العالم شرقاً وغرباً. فرقا موسيقية عالمية إضافة إلى عدد من صانعي الأعواد والباحثين في المجال الموسيقي. جمع مهرجان كتارا للعود أجيالا ومدارس موسيقية مختلفة تتقاسم حبها لآلة العود. عبادي الجوهر وأحمد فتحي نجماء المهرجان وهما من أبرز وأشهر عازفي العود المعاصرين. Thank you.
مسيرة عباد الجوهر مع آلة العود تلخص رؤية المهرجان، فإضافة إلى إبداعه في العزف والتلحين وتمكنه من الموسيقى العربية، يعد عباد الجوهر من أوائل العازفين الذين حاولوا إدماج العود في الموسيقى الغربية. كان ذلك في حفلة للسفارة السعودية في واشنطن بمعزوفة إسبانية بعنوان ديسسبيرادو. عباد المتشبع بالموروث العربي والمبدع فيه، أراد من خلال هذه المعزوفة أن يثبت أن الإبداع بالعود لا حدود له. رسالة يبدو أنها وجدت آذاناً صاغية ليس من العازفين والفنانين فحسب، بل أيضاً من فريق تنظيم المهرجان. فالموسيقى اليوم صوت وصورة وسينوغرافيا. أنا العود والموسيقى هي حياتي. العود هو الأكسجين. ناس من تنزانيا وناس من فرنسا وكلهم موجودين بهذا المهرجان نفسه، فهذا اللي قربهم هو آلة العود. عندما تعجز الألسن وتعجز الدبلوماسية فالموسيقى هنا والفن ينطق. حب من أول نظرة، أنك تشوف آلة تولي تحبك الآلة ذيك، تكتشفها وتحب يعني تحب تعبر بها. كان عمري 18 سنين، كنت اتنقل بين الآلات الموسيقية، عزفت تشيلو، عزفت كمان. بعدين لما صار عمري 12 أو 13 سنة حسيت شخصيتي أكتر مع العود. من الأول عملت كمانجا على آلة كمان، بعد فما حاجة تجلب فيها أكثر، معناتها ديما مرة في صحابي يعزفوا في آلة أخرى اللي هي آلة العود. تنجح في آلة يعني وتتقنها وتكون مدقق في إتقانها، لابد عليك يعني أن تضحي يعني بكثير من الوقت في سبيلها حتى تاخو عمر إنسان كامل. مرقت فترة كنا بالفعل نتمرن فيها 7 أو 8 ساعات يعني باليوم. أي عازف لازم يتعدى بالمدارس الكل.
معناتها في العود المدرسة الشرقية الكلاسيكية، المدرسة الشرقية الحديثة، المدرسة التركية، والكلهم عندهم تقنيات، معناتها كل مدرسة وتقنيات متاحة. أنا تأثرت بعديد العازفين، أولهم فريد الأطرش يعني العازف الكبير، تأثرت بأحمد القلعي وهو يعني عازف يعني تونسي عظيم جدا، بمنير بشير، بجميل بشير، بنصير شمبا، بنجاتيت شيليك اللي هو هنا يعزف يعني عازف العود التركي أيضا. الوقت عم يمشي إلى الأمام، فما في مجال بدون ما الواحد يعمل تطوير وتحديث. شو هو شكل التطوير وشو هو نوعه؟ الزمن شوي شوي بيكشف عنه. أنا بشجع المغامرات، يعني بشجع الأشخاص اللي فعلاً هني بياخدوا آلة العود على مكان جديد، حتى لو كان في مجموعة إشارات تعجب. العود يعني دخل في أطر يعني موسيقية يعني غريبة عليه، تعتبر كما الأوركستر السيمفوني أو أوركستر جاز أو أوركستر بلوز أو حتى أي مجموعات موسيقية أخرى تكون يعني غريبة بالنسبة لآلة العود. بالعكس أنا مرش في هذا يعني تهديد يعني لأصالة الآلة. هذا الجيل الموهوب يستعد لتحويل دار الأوبرا بكتارا إلى مختبر موسيقي يخوض فيه العود تجربة فريدة من نوعها. أوركسترا قطر الفلهرمونية والمؤلفة من 100 عازف من 30 جنسية مختلفة ستحتضن عدداً من عازفي العود لإحياء حفل سيمفوني مشترك. 3 أيام من التمارين فقط خصصت لقائد الأوركسترا وجميع العازفين من أجل إنجاح الحفل. تحد صعب يستوجب مجهوداً كبيراً من الجميع. تعبت برشا الحق، فهمت، يعني حتى النوم ما نرقدوش بريسك، يعني ديما فما تمارين كيما خليت النحل بالضبط، معناتها كل يعني كيما يقولوا جندي وكل موسيقي عنده دور بتاعه باش يقوم به، واقل اخلال معناتها يمس ادوار الاخرين، وهذا غريب على موسيقتنا العربيه. متابعات أندلسية للعود والأوركسترا، سيمفونية من تأليف الدكتور محمد الماجري. حاولت أني أقدمها في قالب استذكار للماضي لأمجاد الأندلس، في قالب تأليفي سيمفوني، أول شيء يستذكر الماضي ثم يحاول وضعه في إطار عالمي، خاصة وأنه الجو مهيئ مع إضافة عازفين
من الوطن العربي كله، يعني شكل هذا فرصة لتلاقح الأفكار ولإيجاد مجموعة جيدة من الألوان اللي هي منفتحة على الآخر وبدون حدود. جاءت الساعة المنتظرة، دقائق فقط تفصلنا عن الحفل. في الكواليس يحاول كل عازف التركيز على طريقته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم على تواجدكم معنا في استهلالة حدث ثقافي وفني. مهند نصر، سوريا. بشير الغربي، تونس. I am a big one for tearing down borders. I don't think walls do us any good. We have nothing but something to gain from all of these things. And any time we make a distinction between ourselves and another human being so that that person is not like us, that that's not part of us, we kill a part of ourselves. So I think music is very important in this encounter between East and West. Golden opportunity for us to really make a better world, and I'm very hopeful, and it's one reason why I do what I do, honestly. Music is the language of the angels. So music makes the people together. It has, we call it wahdat, wahid. So music is really very good things for the human to be together. It's the best way. جولة سريعة في شوارع كتارا كافية للوقوف على مدى تأثير الموسيقى على المزاج العام. تتمازج الأنغام والألحان والأصوات داعية زوار القرية الثقافية إلى جولة حول العالم. من بين ضيوف المهرجان حجاز كار، وهي فرقة فرنسية تخصصت في الموسيقى البديلة، موسيقى متحررة تمزج الشرقية بالغربي، العود بالساكسفون.
دون أحكام مسبقة ودون قيود. Moi, j'étais déjà guitariste. Je viens de la guitare électrique, vraiment du rock et du jazz. Et un jour, on m'a prêté une cassette de John Coltrane. Et de l'autre côté de la cassette, il y avait un disque de Mounir Bachir. Et j'ai voulu tout d'abord jouer cet instrument. Et après, en travaillant l'instrument, j'ai découvert toutes les cultures qui allaient avec l'instrument. Nous, on ne se pose pas la question de se dire ça c'est oriental, ça c'est occidental. Pour nous, il y a des émotions, il y a de la poésie partout. Et on se rend compte. Nous, ce qu'on gagne des fois, c'est que quand moi je vais jouer du oud et qu'il y a des gens qui sont racistes, mais qui disent « votre musique m'a touché », et que je leur dis « ouais, mais cette musique-là, elle vient de là-bas, monsieur ». Et les gens, des fois, ils sont... Et ils se rendent compte que la beauté et la poésie est partout. هذه إذن قصتي، جزء لا يتجزأ من تاريخكم. رافقتكم في ترحالكم شرقاً وغرباً. يزداد عطائي زمن السلم والرخاء دون أن أتخلى عنكم زمن المحن. وكم يسعدني اليوم أن أشاهد أبناءكم وهم يغازلون أوتاري بأناملهم البريئة. شجعوهم وساندوهم، فما احتضنني بشر إلا وازداد لطفاً ولينا وتسامحاً.